بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق دراون. النهاردة 3/4/2023 من داخل سوق العيون القاني، أخش نعمل لكم تقرير بأسعار العيون القاني. صلوا على سيدنا النبي في أول يوم، وما تنسوش تدعمونا بلايك، شجعونا يا جماعة، شجعونا، خلي القناة تكبر بيكم، شجعونا يا جماعة بالصلاة على النبي تبارك الله. كام يا معلم بالصلاة على النبي ده؟ ازيك يا عم علي؟ صباح الفل. كام بالصلاة على النبي؟ كام يا عم علي ده؟ لقينه ده عم علي ولا؟ لقينه ولا؟ لقيتوه ولا؟ الشراء فيه 5600. الشراء فيه 5600. كام ده عم علي؟ صلى على الحبيب قلبك يدين. صلى الله عليه وسلم. وسلم انت طيب. انت طيب. هي كلمة هنا. صلى على النبي. ده ب 14150 105 جنيه. قول لهم صلوا على الحبيب. صلى على الحبيب قلبك يدين. والصلاة على النبي. 14150 يا جماعة. 14150. الصلاة على النبي. نيران قايدة في السوق يا جماعة. نيران قايدة. صلى على النبي عليك يا عمدة. منور والله، الصلاة على النبي عليك، الله يبارك لك. كم بالصلاة على النبي؟ ده اه ده ب 15000 صح؟ اه ده ب 15. الصلاة على النبي 15000 يا جماعة. الصلاة على النبي. رخص الصلاة على النبي. رخص خبر احنا معانا. لا بس ده غالي كده يا جماعة، ده كده ب 15 ده غالي. كم بالصلاة على النبي الحين؟ ب 20500. ب 20500 بالصلاة على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. ليش انت سعودي؟ صور سعودي هنا، صور انت ده ما زي 23. صلى على النبي تبارك الله. صلى على النبي. كم بالصلاة على النبي الاولاني ده حق؟ ده 14800. 14800 تمام. وده ب 17.5. وده 17.5 اسعار معقوله يا جماعه. 17300. وده 17300 اسعار معقوله والله. اسعار معقوله. هذه أسعار معقولة يا جماعة. بالنسبة للسوق الصلاة على النبي تبارك الله. هذه أسعار العيون القاني مع بعض الاثنين دول حي. كم الصلاة على النبي؟ 37000 يا جماعة. 37000. 37000 الاثنين دول. كام يا معلم الابيض ده بالصلاة على النبي؟ كام الابيض ده؟ الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي، صلوا على سيدنا النبي وادعمونا بلايك. انتم بتتفرجوا يا جماعة عشان عايز امتعكم انا بالفيديو ده بالصلاة على النبي. كام بالصلاة على النبي يا حي؟ كم بالصلاة على النبي؟ 22500 يا جماعة. 22500. أي والله الأسعار الأسعار احنا قلنا في رمضان الدنيا هتهدى، زادت في رمضان. أيوة. الصلاة على النبي. ناركم أبيض يا عم. الصلاة على النبي. صلى على النبي تبارك الله. صلى على النبي تبارك الله. ازيك يا عمده؟ منور والله. صلاه النبي مع بعض الاثنين؟ مع بعض. كم بالصلاه على النبي؟ 53. الصلاه على النبي 53 يا جماعه. 26.5 الواحد يعني. صلاه على النبي عليك يا معلم. 26.5 يا جماعه. 53 تبارك الله ما شاء الله. كم رقمك لحد عز له حاجه منك؟ 011 011 5 4 3 4 3 8 3 8 3 9 9 0 9 9 0. الله يوسع عليك يا حبيبي. 53 عزلين يا جماعه يمشوا سكه المحير، بس هم يعني يطربطوا، ما يذبحوش دلوقتي يطربطوا. صلاة النبي تبارك الله. كم بالصلاة على النبي يا معلم؟ 52.5. 52.5 يا جماعة. صلاة النبي تبارك الله. بعزة بطل.
الصلاة على النبي تبارك الله. الله الصلاة على النبي تبارك الله. كم بالصلاة على النبي هاي؟ صلى على النبي تبارك الله. كم معلم يونس؟ صلى على النبي 29 و30 الصلاة على النبي واصل 29 و30 نورين اخوان وصلهم طيبين. كم بالصلاة على النبي معلم؟ دابا يشتريهم 25 و700 25 و700 الاسود دابا الثاني 27 هي لك معلم 25 و27 ماشي بالصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي معلم. كم بالصلاة على النبي معلم؟ مع بعض الاثنين؟ ولا كل واحد لوحده؟ لا مع بعض. كم بالصلاة على النبي مع بعضهم؟ ب40 ب40,000 يا جماعة. ب40,000 يا جماعة. صلاة النبي. عليهم 40؟ ها؟ فلوسهم 40. فلوسهم 40. الصلاة على النبي. تبارك الله. ازيك يا معلم؟ الصلاة على النبي علم. ثلاثة دول؟ مع بعض ولا كل حال وحديها؟ كم دول مع بعض ودول لحالهم؟ كم الاثنين دول بالصلاة على النبي؟ 50,000 50,000 وده اللي هنا؟ 23 23 و900 صباح الفل يا كبير. نور الدنيا والله كل سنة وانت طيب. 23 و900 ده يا معلم. 23 و900 ودول 50 ودول 50,000 هذا برضو عجلين طيبين بالصلاة على النبي. كام معلم بالصلاة على النبي؟ كام عليهم؟ الاثنين بيشتروا ب52 ب52 كام وكام؟ 26 اكس مان الله يوسع عليك عمدو. 52 يا جماعه بالسعي عجلين صنع الله اكبر يا عم بالصلاه على النبي يا عم الله اكبر. بس الاسود مش يزيد شويه يا اخي؟ لا ها ما يزيدش الاسود ها الصلاه على النبي يعني قول حتى 27 و25 يكسموا الصلاه على النبي يا عم. وضح خاص الصلاه على النبي يا عم والله جايب الطيب يا عم الصلاه على النبي عليك. هم 52,000 يا جماعة. ازيك يا عمي؟ كل سنة وانت طيب والله. الله يوسع عليك بالصلاة على النبي. لسه معاك النفحات أنت. ادعي لنا دعوة حلوة عاد. الصلاة على النبي. الله أكبر الله أكبر. الله يزيدك من كل سنة وانت طيب يا حي. علي محمود. كل سنه وانت طيب معلم. الصلاه على النبي. عامل ايه معلم؟ ايه اخبارك؟ احلى صباح. السوق مولع نار معلم شديد والله مولع نار شديد يا احمد فوق يعني شفت اللي كنت شفت اللي قبل اللي كنت قبل رمضان شايف الوضع النهارده كل عجل زاد 2000 جنيه على رمضان والله في عجول زايد اكثر من 2000 معلم محمود والله. صباح الفل كبير يا الاخبار باشا منور الدنيا والله عامل حبيبي الصلاه على النبي كل عام وانت طيب طيب بالصحه والسلامه. ازيك عم الحج منور يا عمي ده يا جماعة أول تقرير من داخل سوق العجول الجاني في نهاية الفيديو ما تنسوناش في لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.